بالعودة الآن إلى التطورات في الضفة الغربية وفي جنين بالتحديد، أعاق جنود الاحتلال في جنين حركة طواقم الإسعاف والمواطنين، وفي الصور يظهر مواطن فلسطيني يحمل ابنه إلى المستشفى. وفي وقت لاحق أفاد مراسل العربي أن الطفل توفي عقب وصوله إلى المستشفى بقليل. ينضم إلينا الآن من جنين مراسل العربي عميد شحادي لنقف معه على المشهد الآن في هذه الساعة. عميد تفضل. فرح، انفجارات متتالية في محيط مخيم جنين، عبوات ناسفة لا تتوقف وأصوات ذوي انفجارات في محيط مخيم جنين مع استمرار هذا الاقتحام الإسرائيلي منذ ساعات الفجر، والطائرات المسيرة الإسرائيلية يزداد عددها في سماء المخيم وتحلق على علو منخفض الآن في سماء مخيم جنين ومدينة جنين. هذا الاقتحام ما زال مستمرا، حصل قبل قليل تقريبا 4 انفجارات في محيط مخيم جنين، عبوات ناسفة يفجرها شبان، وتسمعون أصوات إطلاق النار الآن، عبوات ناسفة يفجرها شبان بالآليات العسكرية الإسرائيلية في هذه المنطقة. فقط سأحاول أن أفهم إن كان هناك إمكانية لإظهار الطائرات المسيرة هنا في هذه المنطقة. نشاهدها تحليق مكثف لطائرات مسيرة، نشاهد بعضها في سماء المخيم، أصوات إطلاق نار تنتقل من مخيم جنين إلى مدينة جنين الآن مع استمرار هذا الاقتحام الإسرائيلي لمدينة جنين ومخيمها، واستخدمت خلاله قوات الاحتلال الإسرائيلي الطائرات المسيرة لقصف البلدة القديمة في مدينة جنين، والآن الطائرات تحلق في سماء المخيم على علو منخفض. وهي فعليا منذ بداية هذا الاقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي تسير الطائرات في سماء المخيم والمدينة. نسمع أصوات إطلاق نار متقطع من وقت لآخر، سنحاول فقط أن تشاهدوا الطائرات المسيرة بواسطة الكاميرا الآن إن كان ذلك ممكنا. الآن هذه إحدى الطائرات المسيرة في سماء مخيم جنين، وهي من نفس الطائرات التي قصف فيها جيش الاحتلال الإسرائيلي البلدة القديمة في مدينة جنين، ما أدى إلى استشهاد 4 مواطنين فلسطينيين خلال هذا الاقتحام، وهذه بطبيعة الحال حصيلة أولية بما أن الاقتحام ما زال مستمرا. ما أعلنت عنه وزارة الصحة الفلسطينية 4 مواطنين فلسطينيين استشهدوا بقصف من طائرة مسيرة إسرائيلية على البلدة القديمة في مدينة جنين. بدأ هذا الاقتحام فرح بمحاصرة المستشفيات أولا، قوات الاحتلال الإسرائيلي حاصرت 3 مستشفيات في مدينة جنين، مستشفى جنين الحكومي ومستشفى ابن سينا ومستشفى الرازي، وما زالت مستشفى جنين الحكومي حتى هذه الأثناء محاصرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي، لا يسمح للإسعاف بالتحرك في هذه المدينة أو إلى المخيم. كنا قد ذكرنا نقطة نكررها مرة أخرى، أن سيارات الإسعاف لن تتمكن من نقل أي جريح برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في مدينة جنين أو مخيمها، لأن كل جريح برصاص جيش الاحتلال ستقوم قوات الاحتلال باعتقاله، وإذا اعتقلوا جريحا هذا يعني أن فرصه بالنجاة قليلة جدا، لأن جيش الاحتلال لن يقدم العلاج للجرحى. لذلك هناك مشكلة كبيرة، طواقم الإسعاف التي تحدثت عنها فعليا لا يعرفون ما الذي يمكن أن يفعلوه إذا وصل بلاغ عن وجود إصابة بالرصاص الحي، لأن جيش الاحتلال الإسرائيلي سيهاجم سيارات الإسعاف ويعتقل الإصابات من داخل سيارات الإسعاف. هذا الاقتحام ما زال مستمرا بنفس الوتيرة التي بدأ بها منذ ساعات فجر هذا اليوم فرح. شكرا جزيلا لك عميد شحادي مراسل العربي من جنين. نعود إليك في سياق هذه التغطية لنقف على تطورات الاقتحام الإسرائيلي لمخيم جنين شمال الضفة الغربية.